دكتور منقذ، القصة مثل ما كان يتحدث الأخ حامد السيد، الإخلال بالتوازن المكوناتي. يعني أكو غضب بالشارع الشيعي، نعم، وأكو نقمة بالشارع الشيعي، وهذا الشارع دائما مبتلى مطالب منه أن يشكل موقف. زين، القوة السياسية الشيعية ما تدرك أنه هذا الخطر الآن فيما إذا حصل وصار عندها إخلال في بغداد، وصار عندها إخلال في ديالة، وصار عندها إخلال في مناطق أخرى، راح تقل عدد مقاعدها مقابل المكونات الأخرى. لماذا لم تؤجل الانتخابات وتقرأ المشهد على روية؟ لو هم يشتغلون بالكوم. نعم، شوف، موضوع أنهم ما يعرفون، لا يعرفون، بس هم من صالحهم، يعني أنت ما عليك بالحكي اللي يقال عن تشجيعهم للناس حتى تروح تصوت. من الناحية الفعلية كلها متونسة أنه أكو مقاطعة للانتخابات. ليش؟ لأنه في حالة زيادة عدد المصوتين راح تقل مقاعدهم مو تزيد، لأنه المعادلة الانتخابية بما أنه أنت ما عندك حد أدنى، بما أنه ما عندك حد أدنى للتصويت، فإذا المعادلة الانتخابية تخليك، يعني بمعنى إذا يروحون يصوتون، خلينا نفترض هالشكل، عندنا مقعدين، عندنا مقعدين، إذا يروحون 1000 واحد يصوت على المقعدين، معناته سعر المقعد 500. زين، صح؟ سعر المقعد 500. فلما يصير يعني عدد المشاركين في الانتخابات هو 150، هذا جمهوره، هذا هو جمهوره 50، هو ما عنده 500، هو عنده 50 اللي يروحون يصوتون. أي، فإذا اجوا 500 صوتوا، معناته هو خسر المقعد. فهذا الحكي، القوم في السر ليس القوم في العلني. يعني لا تعتقد هذا الموضوع انه والله خايفين من عدم التوازن. هو شنو؟ اولا احنا خلينا نحكي عن مجالس محافظات، ماذا نحكي عن البرلمان الوطني؟ لا، يعني انت تعرف المحافظ منين يطلع؟ يطلع من الكتله الفائزه الاكبر. ما يخالف الشيعة بغداد ما شاركوا. خويا الشيعة اذا ما يشاركون، حتى ايش قد يريدون ما يشاركون؟ اذا ما راح يشاركون، اولا السنه ترى، يعني هم خليني اقول لك بموجب الاحصاءات اللي عندنا، السنة سيقاطعون مثل ما تقاطع الشيعة، والكرد سيقاطعون مثل ما يقاطعون، لكنه شوية يختلفون. يعني النسب اللي عندنا، النسب اللي عندنا أقل محافظة بغداد راح تشارك، أقل محافظة تشارك، أقل محافظة ستشارك لحد الآن، أنا أقول الأصوات لحد الآن، بعد يجوز يتغير يصير شيء، هذا ما نعرفه، يجوز يطلع لنا واحد مثل هذا طلع لنا بوقتها منصورة يا راية حيدر ويسوي لنا ويقببها ويخليها شو اسمه طائفية من صدق ويطلع لك الطوائف كلها. بس إلى الآن هو الأقل هي بغداد من حيث المكونات، من حيث المكونات الكرد أعلى، السنة أقل، الشيعة أقل، لكن يعني المكون الأكبر سيتضرر. ما راح نرجع نقول ما راح يتضرر. ليش ما راح يتضرر؟ أولا أخذ مثلا يا مناطق اللي بيها مختلطة، يا مناطق اللي بيها مختلطة، بغداد عندك، بغداد وعندك ديالة. البصرة إيش قد بيها للسنة عادة؟ مقعدين عندنا بس في الزبير، ما هي عادة بس مقعدين. ديالة، ديالة اللي ممكن يصير بيها، وديالة هي دائما الأغلبية فيها، يعني هاي أربع محافظات من 15، هذه المحافظات، لكن أنت المحافظات الأكبر، بغداد ما تتأثر، بغداد ما تتأثر لأن أكو مناطق محسومة. يعني أنت ما رح يجي في مجلس مدينة الصدر ما رح يتنافس السنة ويا ماكو عندك سنة يتنافس وياك،
احنا كنا نتحدث عن ارقام متدنيه في ظل وجود الصدر ولذلك راح تبقى متدنيه وموجود متدنيه عند الشيعة وعند السنه وعند الكرد. لكن